بإذن الله راح يكون معنا أيضا النقيب رضا السلمان مسؤول التواصل الاجتماعي في الإدارة العامة للأطفاء، وراح يبلغنا أكثر شلون تتعامل الإدارة في مثل هذه الظروف الجوية. نعم، بالبداية مساكم الله بالخير ومسي على جميع المشاهدين، وسعداء بالتواصل معك للمرة الثانية. وفعلا يعني حالة عدم استقرار الحالة الجوية هذه طبعا بحاجة إلى اليوم يعني أخذ الحيطة والحذر، وخصوصا ان البلاد تمر يعني بحاله يعني غير مستقره. امانه يعني الاداره العامه للاطفاء يعني من ضمن ايضا الجهات اللي اتخذت اجراءاتها وقامت بطبعا تعزيز قطاعاتها، وايضا تعمل على اهبه الاستعداد في هذه اللحظه. تعاملنا مع عدد من الحوادث، لكن الحمد لله الحوادث هذه ما فيها اي اصابات، كانت عبارة عن سقوط أمطار وتطاير بعض مظلات السيارات، ولكن الحمد لله لم يكن فيها أي إصابات. ما نرجو من المواطنين والمقيمين خصوصا هذه اللحظة يعني ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا الضرورة القصوى لحين استمرار واستقرار يعني عفوا الحالة الجوية، حتى يعني اليوم أيضا يعني متابعة الأرصاد الجوية باستمرار عن طريق تلفزيون دولة الكويت أو الإذاعة أو من خلال يعني بعض الأجهزة الذكية عن طريق موقع إدارة الأرصاد الجوية. هذا أمر حتمي ضروري خصوصا الأيام هذه يعني تعتبر أيام سرايات. ما نرجو أيضا يعني عدم تردد في الاتصال على هاتف الطوارئ 112 في حالات سمح الله التعرض إلى أي طارئ أو أي مساعدة. إن شاء الله فرق الإطفاء راح تلبي النداء بأسرع فترة زمنية. إحنا عندنا حتى يعني بعض المراكز خصوصا المراكز الصحراوية قمنا بتسيير دوريات للاطلاع وايضا للتاكد من يعني استقرار المناطق اللي موجوده حوالينهم. الحمد لله حتى هذه اللحظه نؤكد ان يعني لم يصير عندنا اي حادث يعني يختلف عن الظروف اللي قاعدين نعيشها هذه اللحظه. يعطيك العافيه وشكرا على المعلومات الوافيه. هذا اعزائي المشاهدين، سرايه موجوده ويانا ساعه وتتحسن الرؤيه الافقيه تدريجيا باذن الله. نتمنى منكم البقاء في المنازل، الحالة الضرورية فقط اللي ممكن تسمح لك أنك تخرج. تابعوا النشرات الجوية بشكل مستمر وأيضا عبر موقع إدارة الأرصاد الجوية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر أيضا نشراتنا في تلفزيون الكويت أو إذاعة الكويت أو وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الإعلام. نشرتنا الجوية تنتهي بإذن الله، ومعلومات أكثر راح تكون في نشراتنا القادمة. إلى اللقاء.